Unité 5. L'eau et la vie. Évaluation et consolidation. Page 160. C'est la nasfamyostine via l'évaluation et la consolidation et trouver le chili de la camel. غنبداو بهاد التمرين الاول لورال. اذا شافوا السؤال كيقول لنا ابارتير دو سيزيماج انطلاقا من هذه الصور انفورم اعطينا معلومات سور لامبورطونس دو لو معلومات حول اهميه الماء اي دون دي كونساي لي كونساي واعطينا النصائح دي كونساي et des ordres ou awamir pour sa protection للحفاظ على الماء. إذا نشوفوا هذه الصور. الصورة الأولى فيها إنسان يغسل الأواني ولكنه يستعمل الماء الكثير. إذا شاقلوا لي في هذه الصورة لا تبدل الماء لا تضيع الماء ne gaspille l'eau est précieuse الماء ثمين il ne faut pas gaspiller l'eau ما خصكش تضيع الماء. الصورة الثانية غنلاحظو فيها واحد الطفل كيسقي وعندو هنا بيدوات دي بيدون افيك دي بيدون اذا كيقول لنا ما تضيعوش الماء وفكروا فينا حنا حنا اللي محتاجين الماء. اذا نقولوا نو غاسبي با لو ما تضيعوش الماء بونسي ا نو فكروا فينا. الصورة الثالثة نشوفوا واحد الارض قاحلة السبب هو انعدام تساقط المطر في هذه الارض وأصبحت قاحلة لا نبات فيها. إذن ممكن نقولوا أن الماء هو أصل الحياة هو منبع الحياة دونك لو إي لا سورس دو لا في لو إي لا سورس دو لا في. الصورة الرابعة أن الطفل كنلاحظوا فيها واحد الطفل يشرب الماء إذن غيمكن نقولوا ليه أن الماء هذا صالح لجميع الكائنات الحية كان إنسان أو كان حيوان دونك لو إيتيل الماء صالح تو لي زاتر فيفون اون بيزوان دو جميع الكائنات الحية لي زاتر فيفون اون بيزوان دو تحتاج إلى الماء. التمرين الثاني فيه لا ليكتور القراءة. المطلوب منا هو قراءة هذه الجمل لي لي فراز. إذن اقرأ الجمل لي فراز سويفونت الجمل التالية. الجملة الأولى غنقراوها il neige يسقط الثلج sur le sommet d'un فوق قمة de la montagne فوق قمة الجبل. Il neige sur le sommet de la montagne. الجملة الثانية l'eau est précieuse الماء ثمين. Alors préservons-le là إذن نحافظ عليه. إذن en français نحافظ عليها لأن l'eau est féminin ولكن احنا بالعربية كنقولوا الماء. إذن لو الماء مذكر لو اي بريسيوز alors préservons la. الجملة الثالثة ne gaspillez pas l'eau ما تضيعش الماء ما تضيعوش الماء il est la source de la vie هو منبع الحياة. الجملة الرابعة pensez à tout ce qui manque d'eau إذا نفكروا في جميع الناس المخصوصين من الماء
التي تحتاج إلى الماء. المحتاجين إلى الماء. Pensez à tous ceux qui manquent d'eau. نجيو التمرين التالي لكري الكتابة. إذن ريكري سي فراز ان سيبارون لي مو. ريكري بمعنى أعد كتابة هذه الجمل سي فراز ان سيبارون لي مو. بعد تفريق هذه الكلمات. إذن غنحاول الجملة الأولى. لا بوتيت fille passe quatre heures pour apporter l'eau à sa famille. Donc la phrase, je me l'ai dit, la petite fille passe quatre heures pour apporter l'eau à sa famille. طفلة صغيرة la petite fille passe 4 heures que 12 bat soir pour apporter l'eau بجيب الماء à sa famille العائلة ديالها. نمشيو الجملة الثانية. quand la pluie devient rare on parle de sécheresse. نكتبوا هذه الجملة. quand la pluie devient rare on parle de sécheresse. quand la pluie عندما يصبح المطر la pluie devient يصبح المطر rare قليل أو منعدم on parle نتكلم de sécheresse كنتكلموا حول الجفاف. إذن ملي يكون الماء قليل أو الماء ما كاينش المطر معناها كنبقاو نتكلموا على الجفاف. أخيرا كلاس لي زيماج أون أوردر إي راكونت ليستواغ. كلاس رتب لي زيماج هذه الصور أون أوردر. إذن رتب هذه الجمل et raconte et raconte وحكي لنا l'histoire القصة. نشوفوا هذه الصور. الصورة الأولى طفل يشرب الماء لأنه عطشان. شوفوا الصورة الثانية الطفل نفس الطفل يرمي القنينة أو القرعة في القمامة قمامة الأسبان. الصورة الثالثة الطفل في شاطئ البحر مع أبيه وأمه ويلعب. دونك إذا غادي تكون عندنا الأولى هي هذه، الثانية هي هذه، الثالثة هي هذه. الصورة الأولى غنقولوا أولا لو بوتي غارسون إي على بلاج أفيك سا فامي. الطفل الصغير لو بوتي غارسون إي على بلاج هو في البحر وفي الشاطئ أفيك سا فامي مع عائلتي مع والدي. الصورة الثانية il boit de l'eau يشرب الماء car il a soif لأنه عطشان. il boit de l'eau car il a soif. الصورة الثالثة يعني il jette la poubelle يرمي القنينة dans la poubelle في القمامة. il jette la bouteille dans la poubelle. واخيرا نأتي الى النهايه وشكرا.